بالنسبة لتاريخ معناتها فعاليات انطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى المهرجان الأغنية التونسية في دورة 22 باش يكون معناتها لمدة 3 أيام من 14-15 مارس 2024، باش يكون بالتحديد زاد يتزامن مع 4 يوم من شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله تكون معناتها كما قلت أنا قبيلة هو اجتهاد منا الكل وتضافر جهود زاد وإقبال الفنانين واللي نثمنوا مجهودهم، معناتها فنانين أعطاو في الأغنية الملتزمة اللي باش يصير تكريمهم عن طريق أصوات شبابية، كما فما زاد مجموعات تقدم في الأغاني الملتزمة، وهذا النمط زاد احنا زاد يلزمنا نتلهاو به، وهذه كانت فرصة معني في مهرجان الأغنية التونسية باش نقدموا هذا النمط الموسيقي. المشاركين فما أميمة خليل كما قدمها سي عادل، فما مشاركات زاد تونسية كما نقولوا مرتضى الفتيتي، فما أولاد المناجم، فما تكريم هو مش نقول تكريم معناتها تكريم لأعمال معناتها الفنية في الأغاني الملتزمة بأصوات شبابية، محرزية طويل، فما زاد محمد بحر، صلاح ميدات. حتى لا يغيب عن الساحة الفنية المهرجان الأغنية حبيناه ديما يكون في شهر مارس من كل سنة. السنة نظرا للظروف الاستثنائية اللي يعيشها العالم الكل والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، دونك حابين يكون نصرة للشعب الفلسطيني وإعلاء صوت الحق بالأغنية التونسية، فتقمص مهرجان الأغنية الوطنية القضية الفلسطينية وأصبح لأجلك يا فلسطين، يعني هذا وهذا التوجه قيادي من أعلى سلطة في الدولة، ووزارة الثقافة زادة قاعدة تعمل على أنه التظاهرات الكل يكون فيها طابع غير احتفالي، يعني يكون ياخذ بعين الاعتبار معاناة الشعب الفلسطيني، دونك قاعدين نعملوا حتى في التظاهرات اللي قاعدة تنجز واللي تم إنجازها كما أيام قرطاج للمسرح وأي تظاهرة أخرى، يعني تكون تاخذ بعين الاعتبار هذا الظرف الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. دورة 22 لمهرجان الأغنية التونسية لتمتد خلال أيام 14-15 و16 هي دورة استثنائية للغاية، استثنائية بشتى أطيافها، العناصر الإدارية المشاركة اللي هي مركز نجمة الزهراء الموسيقى العربية والمتوسطية، إذن كل هذه الإدارات تكاتفت لإنجاح هذه الدورة الاستثنائية كما قلت لكم في شتى معناتها تمظهراتها من خلال لجان الفرز، مثلا مش لجنة التحكيم لكن ثم لجنة انتقاء وفرز الأعمال وتتويجها، وهي معناتها حرة في اختياراتها. بالنسبة لي معناتها تتويج المشاركين هي في غاية الرمزية، يكفي المشاركة وتدعيم الإذاعات العربية لهذه الإنتاجات، أعتقد أنه في حد ذاته يفوق التتويج المادي.